ومتابعين بأجواء الكورونا، ودائما الإعلام السوري لازم يضوي ويوعي العالم أكثر وأكثر. واليوم ضيفنا مميز وأكيد الكل ناطرينه، فمع تسارع وتيرة انتشار فيروس كورونا حول العالم تسارعت وتيرة الأبحاث الطبية والعلمية، حيث ظهرت أبحاث حديثة عن فيروس كورونا المستجد، قيل أنه يصيب المريض بجلطة دموية في الأوعية مما يقطع الأكسجين، بالإضافة لاختلاف الأعراض بين مريض وآخر. فما السبب وما هي آخر التطورات وآخر الأبحاث وآخر الاستنتاجات يلي وصلنا لها بفيروس كورونا المستجد؟ رح نحكي عنها أكثر ونناقش الموضوع مع الدكتور نبوغ العوة، عميد كلية الطب في جامعة دمشق. أهلا وسهلا فيك دكتور. صباح الخير. صباح الخير وكل عام وأنت بخير لو متأخرين يوم. ما في مشكلة. ينعاد عليك. الله يسلمك، شكرا لكم. يسعد صباحك دكتور. يعني عم نسمع كثير عن إصابات متعددة ومختلفة الأعراض بين شخص وآخر، شخص ممكن تظهر عليه أعراض خفيفة وممكن ينجو، وشخص ممكن تكون الأعراض كثير شديدة وممكن يكون بمرحلة الخطر. أول شيء خلينا ناخذ لمحة عن آخر الدراسات بفيروس كورونا واختلاف الأعراض بين شخص وآخر. هلا آخر الدراسات إنه تغير أعراضه أو يعطى أعراض ما كانت منتظرة. بهجمته الأولى اللي كانت ببدايته الحقيقة كان أعراضه واضحة جدا، عبارة عن سعال جاف وحرارة مرتفعة، زائد بعد شوي بصير في ضيق نفس ومشاكل رئوية ذات رئة. وإذا عملنا صورة للرئة شعاعية بنلاقي إنه مغبرة أو يعني صار فيها لون أبيض أكثر من اللون الأسود يلي هو الطبيعي، فبالتالي معناتها في عندنا مشكلة ذات رئة أو إصابة رئوية. هلا الحقيقة بالفترة الهجمة الجديدة اللي حذرت منها منظمة الصحة العالمية وبلشنا فيها من حزيران ومستمرة حتى أيلول، ولا قدامنا لسه حتى نهاية هذا الشهر الحقيقة بدنا ننتبه إنه في عندنا قوة من الفيروس وراح يعطي إصابات أشد ومنتشرة أكثر. فالحقيقة إنه صار عم يعطي عدة أعراض، منها الأعراض العادية اللي هو ممكن واحد يحس إنه ما عنده شم، فقدان الشم، هاي كثير عم نشوفها، فقدان الشم وبعدين التذوق مع بعضهم بعض. ليش؟ لأنه هو بيضرب الشم. هي أولى المراحل دكتور؟ هلا ممكن أولى المراحل، ممكن يكون أولى المراحل هي الأعراض الثانية، فهي مثلا غالبا عم نشوفها هيك بينام بفيه بلاقي حاله ما عم يشم، وبعدين ما عاد يتذوق. ليش ما عاد يتذوق؟ هو لانه مركز التذوق في الدماغ نفس او مجاور تماما لمركز الشم، فوقت بيصير في عندي اصابه المركز الشم ما عاد يتذوق. مثل اي انسان منها لو بيرشح رشحه عاديه بالشتاء بحس حاله ما عاد شم وبالتالي ما عم يتذوق الطعم، بس هي بتدوم يومين وثلاثه بتروح. هون عندنا بهالحاله عم بتدوم حوالي 15 20 شهر، 20 يوم لشهر الحقيقه. وبيختلف المنظر العياني وقت الفحص، هذا فقر الأطباء، بيختلف منظر رؤية الأنف بالداخل بالكورونا غير رؤية الأنف بالرشح العادي أو الإنفلونزا العادية. هذا موضوع خاص ما بهم المشاهدين. فإذا عندنا هذا الترتيب، قد يترافق مع بالبداية بشوية حرارة أو ترتفع الحرارة شوي شوي. هلأ قد يكون هذا العرض الوحيد، بعدين في عندنا العرض الوحيد قد يكون عبارة عن إسهال متكرر مع ألم في البطن مع حرارة، هدول ممكن يكون لحاله، ممكن يتطور بعد شوي اذا تركناه يصير في عندنا مع فقدان الشم صار في عنده اسهال، او مع الاسهال صار عنده فقدان الشم، او مع الاثنين صار هون الاسوء وصل للرئه، صار في عندي ضيق نفس ما عم يقدر يتنفس، صار في عنده كانه بيقول لك كانه بلاطه قاعده على صدري، فهون بده قطعا بده مشفى. بالحالات الاولى يفضل انه نعزله بالمنزل او نعمل له حجر وليس عزل، وبيضل بالمنزل من عن طريق البروتوكول العلاجي، والمفروض غالبا غالبية الحالات الحمد لله عم تشفى، يعني عم نلحقها من الأول عم تشفى. بصيب كل الأعمار، يعني ما عدنا نقول والله بس بصيب الختايرة أو الكبار بالعمر، وما هو بس خطر على الكبار بالعمر، حتى الشباب مع الأسف في بعض شباب يعني شيء يد ما له القلب توفوا من أفى هذا الفيروس. إصابته للأطفال أقل، بس مو معناتها في منحة أو في منجة عن الإصابة بالفيروس، يعني الأم المصابة أو الأب المصاب ما يزيد حنانه على أطفاله، ممكن يعزلهم ببيت ثاني أو يبعثهم مثلا عند أهله أو كذا، وأحسن بعد البيت لأنه مو بنفس البيت كله الغرفة. صار يعني هلا أنا إذا صاب واحد بالكورونا هي بتنتقل، كانت أول أولو تنتقل على الأسطح، ثبت إنه لا تنتقل على الأسطح، وإذا بقيت على الأسطح إذا واحد عطس أمام مفعولة أقل من ساعة أو نص ساعة. نحن كنا نرقد وننظف الطاولات بالكلور والو الى اخره، مو عيب، بس هلا الاهم انه بتنتقل عن طريق الرذاذ، يعني اذا انا قاعد انا وياكي قريبين لبعض وعم بحكي طريقه الرذاذ الحكي، انا بانفعاليه او عطست عطسه او سعلت قطعا اجتك الفيروس.
كمان قالوا لا مو بس عن طريق الرذاذ، بيضل بالهواء، وهذا الأسوأ، وهذا سبب انتشاره الشديد. انه انا عطست راحت الفيروس بلحظتها، اذا ما لقيت مين استضيفها راحت. هون لا، بيضل بالهواء عم يدور بضعة ساعات، يعني ممكن تكون لين 3 ساعات، وخاصة بالأماكن المغلقة، يعني غرفة مغلقة، قاعة درس، مسجد، كنيسة، مكان عمل إلى آخره. فأي إنسان حامل للفيروس أو مصاب عطس عطسة صغيرة أو تنحنح، هذا قاعد بالهواء لمدة أقل شيء ساعتين، فأي إنسان بيدخل على الغرفة خلال الساعتين رح ياخدها. يعني لهيك ضروري الكمامة، فلذلك كتير. ضروري الكمامة، يعني احنا كثير عم نشدد على اخواننا السوريين واحبابنا، ضروري الكمامة باي مجال، خاصة اذا كنت قاعد بغرفة مغلقة ومعك عالم. ضروري طلعت على السوق حط كمامة، ركبت بالباص بالميكرو بالتاكسي حط كمامة. ضروري اهم وقاية كمامة، بس مو انا بس انا حط كمامة، والطرف الثاني بده يحط، لانه اذا انت مالك حاطه انت حامل الفيروس، انا مالي حاطه، انا حاطه كمامه يعني بتصير عندي الوقايه شيء 40%، اما اذا احنا 2-3% بتصير ممكن الاصابه. فلذلك فرق كبير بين 40% صحيح. اصابه بين 3% اصابه. طيب. فانا بنصح وبطلب يعني بنوع من التمني والرجاء لكل اخواننا بكل الزمر وبكل الاعمار وبكل الوظائف، انه معلش حطوا الكمامه ولو عم تضايقكم بالصيف انه عم تشوبوا فيها، بس شوب احسن ما تصفى على المنفسي. صح. هذا اذا لقينا محل. فرجاء يعني اهم شيء التباعد، ما نقعد جنب بعضنا البعض، هدول المقاصف الجامعيه وهذا اذا مضطرين كثير نشوف رفقاتنا، اخي عد بعيد منك مثل ما نحن هلا بجلستنا، وحط الكمامه برضه. فهي كمامتي انا موجوده حطيتها هون على جنب لانه بدنا نحكي مشان صوتي يطلع واضح. تمام. فاذا لابد لا غنى عن الكمامه، صفت مثل ساعتك بتلبسها او موبايلك بتحمله. صح. يعني ما تقول انه والله نسيتها، ضروري جدا. بعدين تعقيم اليدين، دائما غسيل يدين قبل ما نحط ايدنا على طعام. المثلث الخطر سبق وذكرته هو العين والانف والفم، اياك ان تلمس عينك انفك وفمك وانت ايديك ما لنطيفه. هدول مثلث خطر بينتقل من خلالهم، يعني مو بس عن طريق اذا انا ايدي ملوثه بمصافحه انسان ما كان عاطس على ايده، فهي بتنتقل لايدي وبالتالي بتنتقل لعيني او انفي او فمي، فكمان هي بدنا ننتبه لها. اكيد. نعم دكتور، خلينا نحكي بنقطه كثير مهمه، عم نسمع اعراض الكورونا عم تصير بعد وقت، يعني عم يعملوا مثلا العالم مسحات بيطلع معهم كورونا بس ما عندهم اعراض، بعد فتره بيصير عندهم اعراض، حتى المصاب عم يطلع عنده اعراض بخف شوي بيرجع بتزيد الاعراض، شيء بالامعاء شيء بالتنفس. خلينا نحكي عن هالحاله، يعني اذا حدا سليم ما عنده شيء ما حاسس بشيء، ممكن هو يكون حامل وينقله لاهل بيته بدون ما يحس ولا يدرى. هلا نحن الكورونا عباره عن حرب بيننا بين الفيروس وبين مناعتنا، فكل ما كانت مناعتك اقوى كل ما بتتاخر ظهور اعراض عندك، وممكن تظهر كثير طفيفه يعني يا دوب. كل ما ضعفت مناعتك كل ما بتظهر اعراض اسرع واشد، فهذا سبب مناعته قويه تعرض لفيروس بطريقه او اخرى، هذا حامله مثل ما تفضلتي، بعمل له مثلا البي سي ار بيطلع انه موجود عنده بجسمه، موجود بالاغشيه المخاطيه، لانه هو اول ما يدخل عن طريق الانف بالبلعوم الانفي اللي هو باخر الانف، لذلك المسحه عباره عن قطنه بتتدخل من خلال الانف لتصل للبلعوم الانفي اللي فتحه اماميه، فتحه خلفيه للانف، بالاخير بنضل مدخلينها لنصطدم بجدار البلعوم الانفي، هون بنعمل المسحه وبنطلع، هون قاعد، هون مركزه، بعدين بينتشر للرئه والمناطق الاخرى عن طريق الدم وبيعمل بقى عمايله الفظيعه. فاذا هون المركز، فانا اذا حامله عطست عطسه صغيره ما لحاسس حالي انه انا معي فيروس او نحنحت او اي شيء، فعم بقول اكيد للعالم لبين ما يحس على حالي انه بلشت عند الاعراض بيكون عديت قسم كبير من العالم. فاي واحد بتطلع عنده اصابه ايجابي او التست عنده ايجابي ارجو انه يعزل حاله او ما يختلط مع العالم ويحط كمامه اذا اضطر كثير يتعامل بوظيفته او شيء. فهذا كثير ضروري انه نرجع لهالقصه هي لحتى ما تتفاقم الاعراض وتظهر. يعني في حالات ما عم تشعر لبعد لانه مناعتها قويه، رح تشعر بعد قد ايه؟ 4 ايام؟ ممكن 4 ايام، ممكن 5 ايام، ممكن اكثر او اقل حسب مناعتك، بس رح تشعر بالاخير. مستحيل يفوت ما يأذي، مستحيل يعني ما يظهر عليه اي عرض، مستحيل، لانه هو اقوى. يعني بتضل انت مناعتك قويه بس بالاخير الا ما يعمل لها شيء، بس هون اذا مناعتك كثير قويه عم تحاربه تعطي عرض، اخي خذ هالعرضين الخفاف ولا بقى تهجم على مناطق ثانيه، هون بتقدر تحد من فوعته، اما بده يعمل يعني لابد. فلذلك اي واحد اذا عملنا التيست، هو المفروض نعمله هذا التيست لكل العالم بشكل عشوائي بالطرقات وكذا، بس مع الاسف الحصار اللي صار علينا ما عادت جي... ما عندنا مسحات، تمام، ما اجتنا هالمسحات هي،
فيعني وزارة الصحة مشكورة عم تعمل للناس المصابين حقا لحتى تقدر تعزلهم عن بقية الناس. فإذا هاي من الأعراض اللي ممكن نشوفه هلا عم نشوفه الحقيقة هو عبارة عن تخثر الدم. تخثر الدم بالأوعية القلبية أو الدماغية، وخاصة الأوعية القلبية أنه الأوعية القلبية بتنسد بجلطات. فهذا الموت المفاجئ، أنا كنت مرشح ومقرب وضايق نفسي، هلا أنا ضايق نفسي ما بود دغري. مثل واحد عم يخنق الثاني شوي شوي، الرئة عم تضعف الأكسجين فيها وعم يزيد فيها الـ CO2، ما عاد في تبادل، عم ينتشر الالتهاب، بس بالتدريج عم بختنق. ما بموت دغري. أما هديك الخنقة دغري إنه ما كان في شيء واقف بطوله هر. كان قاعد على مكتبه وقع لك، هلا تركناه من ربع دقيقة ما كان في شيء، هذا عبارة عن خثرة دموية، إجت أوعية قلبية سدت الوعاء، جلطة. منعت الأكسجين، منعت الدم، فبالتالي صار في معه جلطة. وهي ثبتت الحقيقة بترشيح بعض الجثث في أوروبا بإيطاليا وما إلى ذلك، إلى ذلك بين إنه سبب الوفاة المفاجئ السريع هو عبارة عن جلطة أو خثرة وعائية. نعم دكتور، يعني هلا كل العالم عم بتقول كلنا رح ننصاب بكورونا، طبعا للحديث حتى طبعا للحديث اللي عم بيسمعوه على مواقع التواصل الاجتماعي، شفت انتشر كثير من الاطباء او حتى يعني طلاب الجامعات. نعم. من خلال هيك بحثهم صاروا يقولوا الكل رح ينعدها، فالناس صار عندها انه مثل مناعه القطيع مثل ما بيسموها، انه كلهم رح ينعدوا، فلهيك خلص ما رح ناخذ اجراءات احتياطيه. بنفس الوقت في يعني كثير من المعلومات الخاطئه عن كورونا انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والناس عم تصدقها، عم تتعلق بأمل معين. بدنا نحكي عن أول شيء المناعة، هل هي صحيح الكل رح ينصاب بكورونا؟ ونحكي عن هي المعلومات، شو الخاطئ منها وشو الصح حتى نوعي العالم فعلا اللي هلأ في استهتار عندها. هلأ كل رح ينصاب ما بتصور، يعني إذا واحد أخذ بالأسباب ومناعته قوية وعم ياخذ الفيتامينز وتغذيته منيحة وعم يبتعد عن كل شيء، خاصة عم بيروحوا على الشغل دكتور. هلا مثل نحن على تماس دائم، هو لأقول لك كيف، بس إذا أنت مناعتك قوية ممكن كثير إصابة تكون كثير خفيفة. يعني لا تعتبر إنه والله مهددة للحياة أو معطلة لك على كثير من أمورك الشخصية. بس يعني إنه الكل رح ينصاب هي كلمة كثير مخيفة. يعني نحن بنضل عندنا بارقة أمل إنه مو الكل رح ينصاب، إنه اللي بياخذ بالأسباب غالبا رح ينجو من الإصابة، أنا هذا تصوري. وهي مناعة القطيع غير صحيحة، يعني أنا فلت العالم مع بعض البعض، بالعكس رح تزداد نسبة الوفيات عندي. صحيح. لأنه أنا مو كلهم ممنعين ومو كلهم تغذيتهم منيحة، وفي ناس فقرة وفي ناس ما عنده إمكانية تغذوا ولا بعمرهم ما شربوا كاسة ليمون. فيعني مو معقول إنه أنا أعمل مناعة قطيع إنه يلا فلتوا قربوا على بعض بلا وسائل، بوسوا بعض إيديكم وسخة كل من الأكل، هذا قطعا خطأ. لأن أنا رح زيد قوة الأعراض، فما عاد لحقه. يعني بما كان عنده والله مجرد فقدان الشم أو شوية إسهال ولحقته 15 يوم رجع على شغله معافى تمام، بما أنه دغري صار عنده إصابة رئوية وقف تنفسه أو جيته جلطة خسرته. طب دكتور كبير. اللي بينصاب بيصير عنده مناعة ولا مناعة ممكن أي هلا بيصاب بيدخل أي عنصر جرثومي عندنا لجسمنا، في أضداد ومكونات أضداد ما عرفوا IgG وIgM، المهم هي بتتفعل بجسمنا وبتعطيه مناعة على الأقل لمدة شهرين فقط مؤقت. فقط. بعدين بتضعف هالأضداد هاي وبترجع. مين اللي بيقوي الأضداد؟ هو اللقاح. اللقاح بيقوي لك هالأضداد لمدة سنة. لذلك هلا بعض الأمراض الثانية بناخذ لها اللقاح بتضيم معنا سنة كاملة، وإذا تعرضنا للإصابة بتجي خفيفة كثير وما بتعطلنا. فهذا هلا السعي أو المنحة إنه يتأمن اللقاح في بعض المراكز بروسيا وفي بانجلترا عم يسعوا للقاح، وعدنا يعني البشريه كلها مو بس نحن، انه ان شاء الله من هون للشهر القادم قد يطرح على الاسواق، وبالتالي هذا الامل اللي عم ننتظره الحقيقه. اكيد دكتور، خلينا ننتقل ونحكي عن حاله الاصابه بالكورونا وما قبلها بشوي، خلينا نتطرق لموضوع الفيتامينز. عم نلاقي كل الشعب السوري حامل الزنك معه، حامل الفيتامين دال وحامل المالتي فيتامينز والسي وكل شيء حاطهم معه، عم ياخذ بطريقه عشوائيه. اول شيء صح انه ياخذهم كلهم سوا بدون تحليل؟ شو في شيء مضاعفات او بقوي المناعه صح ولا لا؟ هلا اول شيء الفيتامين بقوي المناعه بشكل او باخر، سواء كان في فيروس ولا ما كان في فيروس، لانه تغذيتنا مع الاسف بهالايام هي ما هي تغذيه كامله. طبعا احنا وقت بنلجأ للليمون الطبيعي احسن ما ناخذ الليمون الصناعي اللي بالقرص الفوار، بس غلاء الخضروات وغداء هلا الفواكه الصيفيه مثلا مثل البطيخ الاحمر مليان فيتامين سي، البندوره بس غالي، يعني مو كل العالم لتخزين قادر يطعمي هو وعيلته مثلا كيلين ليمون.
ليه ما صار حلم؟ يعني صار حلم عندنا كلنا. اخي بحسن مع عصر ليمون ويشربوا وهذا افضل، لا باخذ هالقرص بعيني الله عليه. فالحقيقه ما في مانع انه ياخذ فيتامين بس باتجاه علمي، يعني اول شيء نعمل تحليل الدم خاصه فيما يتعلق بالزنك وبالفيتامين د. فيتامين د كترته بتسبب تسمم، بتسبب مشاكل للجسم، والزنك كترته بتاثر على معادن، هو معدن الزنك ما له فيتامين، هدوليك فيتامين سي عباره عن، اما هذا معدن، يعني بجسمنا في معادن، في شوارد، في فيتامينات، في اكل وشرب، يعني مجموعه. فهذا الزنك من ضمن المعادن، بس اذا كترته بتاثر بتساوي بتاثر على الحديد، بتاثر على المغنيسيوم، ممكن تساوي فقر دم. فالمريض بتلاقي صار شاحب، صار كذا، صار معه فقر دم. فالافضل نعمل تحليل نقيس كميه هالمواد خاصه الفيتامين د والزنك حتى نقدر الكميه. هلا في ناس بيحتاجوا حبه يوميا عيار 50 ملي جرام من الزنك لمده شهر، في ناس بيحتاجوا 10 ملي جرام. طب شو هو السيف سايد لكل حدا ما قدران هلا يعمل تحليل وبده يحمي حاله؟ ليش ما قدران السيف سايد؟ طيب خلينا السيف سايد، نحن الفيتامين سي كل يوم ياخذ فواره ما بتضر، لو اخذ زياده بتنطر عن طريق البول وما بتضر. مثل واحد اكل برتقانه اخذ 3 برتقانات، استفاد من الوحده 3 راحوا مع ما في. الفيتامين د اقل شيء ياخذوا 5000 وحده بالاسبوع، اقل شيء في 10000، لا ما ياخذ 10000 ولو بحاجه ب 5000 مره بالاسبوع. يعني 5000 وحده هيك بتعير. الزنك في عندنا ال 15 وفي ال 25 وفي ال 50 وفي ال 75، خلينا ناخذ حد الاوسط مثلا، اذا بدك خلينا ناخذ 25 حبه يوميا، ومو على طول، اخذه شهر بريح شوي بعدين برجع باخذه مره ثانيه اذا استمر الفيروس. يعني انا حصلت على مناعه منيحه خلال فتره الشهر، بعدين اذا استمر تماسي مع الناس المصابين بريح حالي مثلا اسبوع 10 ايام حتى يرجع ما تصير كمياته اوفر بالدم اذا ما بدي اعمل تحليل، وبرجع باخذ دوز ثاني من الزنك مثلا او الفيتامين دي. اما الفيتامين سي خذه صيف شتاء ما في ضرر ابدا منه، لانه زيادته ما بتضر وانما عباره عن طرح خلال البول. نعم. دكتور، يعني كمان خلينا نحكي على التصريحات بعد مثلا مكتب الوفيات بدمشق انه 183 وفاة يوميا بدمشق، اعداد كبيره عم تسبب تناقض. يعني نحن قلنا انه وزاره الصحه عم تعمل احصاء لبس اللي عملت لهم مسحات البي سي ار، لكن في كثير من الاعداد المحجورين بالبيوت او الاصابات اللي عم بتصير. فخلينا نحكي عن هذا الموضوع اللي كمان سبب كثير من الذعر عند الناس. هل ممكن انه تكون يعني انه كمان كلها وفيات كورونا؟ هلا الغالبيه وفيات كورونا الغالبية. حتى اكون صارحين. نعم. يعني انا تواصلت مع دول مكتب دفن الموتى، بعض الاشخاص اللي بيشتغلوا هنيك، وتبين انه الغالبيه ممكن 93 منهم قيمه مثلا شيء 20-25 عادي، والباقي كله مع الاسف كورونا. او بسبب الكورونا، خلينا نعتبر يعني صار معه جلطه بسبب الكورونا، صار معه مثلا وزمة رئة بسبب الكورونا، تحرك عليه مشاكل قلبية بسبب الكورونا. لأنه الإنسان كتلة، بس تنكسر المعاوضة عند الإنسان بيختل كل توازنه. يعني بس تدخل شغلة لجسمك وما قدرتي تعوضيها دغري وتركزيها، تلاقي الشوارد انتزعت، القلب انتزع، الكلاوي انضربت، الكبد انضرب. يعني الإنسان منظومة كمبيوتر، خلل بالكمبيوتر انتزع كله. يا من نعرف كيف نتعامل معه بسرعة لحتى ما يحترق هالكمبيوتر، او انه خلص بدنا نرفع ايدنا لانه ما عدنا قد شيء. الحقيقه منظومه كمبيوترايزد بشكل رهيب رباني، بس بده يعرف مين يعرف يتصرف معه بلحظتها. فلذلك نحن بنعتبرها اصابه. هلا وزاره الصحه ما قدراني تحط بكل هالعدد، مو بسبب بس التقصير منها، بس السبب انه ما عندها امكانيه انه تلحق مين اللي قاعد بالبيت. فهدول اللي قاعدين بالبيت صاروا جيل ثاني من المرض، وهذا الاهم، لانه غالبيته عم نحطهم بالبيت. هلا اولا لعدم وجود اماكن في المشافي، واذا وجد اماكن عم نخليها نحتفظ فيها للناس اللي كثير حالتهم سيئه. اما حالته والله شويه رشح، شويه مغص، شويه اسهال، شويه فقدان شم، عود بالبيت، خذ ادويتك، عزل حالك، الى اخره، غالبا عم ننتهي بالشفاء وبدون اي مشاكل. بس جسمه ضعيف الى اخره، ما بيهتم كثير باخذ الدواء، اخذه يومين داخل ورجع دخن ارجيله، دخن سيجار، قعد مع رفيقه، بوس رفيقه، يعني هذا كل ما بتضعف مناعته فبيتغذى فيه الفيروس بشكل جيد وبينتهي. هات نلاقي له محل او ما نلاقي له محل بالمشفى، مع الاسف في ازدحام شديد للمشافي. انا ما عم بشيع الذعر، بس عم بحاول زي حقيقه عم بنقول الحقيقه للناس، وبدي اياهم يخافوا شوي مشان يبعدوا عن الاستهتار. لازم يعني لهلا في استهتار، لهلا امشي بالسوق، هلا من يومين بعثوا لي على الواتساب بالاب تاون
محتفلين بالعيد هيك العالم هيك العالم ومدينه ملاهي. طب يا بابا هذا بيصير. امبارح بعثوا لي باحد المنتجعات بطرطوس عم يسمعوا كلهم ببركه الاسبوع بالهودي بيش اهله بيتش او مدري شو اسمه فوق بعضهم رجال ونسوان واولاد. لك يا اخي هذا يعني ما بعرف. خلينا نستغني عن عاداتنا بلا سباحه بلا رياضه بلا تنس معلش نحرم حالنا بلا ما نصفي حتى لو راح تصفي مع الاوقات يعني بس ما تروح صحنا يعني تروح بس هلينا. انا عم ضحي بصحتي وصحه بنتي واولادي وامي وابي وجاري ورفيقي بالمدرسه او بالجامعه كلها مشان اتسلى مشان اسبح او مشان اروح على المطعم او مشان العب بالاب تاون. يا اخي انا مالي ضد لا الاب تاون ولا هوليدي بيتش ولا اي مكان لا محل. بس هلا بالوقت الراهن لازم هدول اصحابين هالمحلات يمنعوا دخول الناس يمنعوا او لازم نحن اكيد بنطالب جهات الرسميه انه عن جد يتسكروا لانه غصب منك الشعب طبعا اذا ما جبرتي ما بيشتغل. وبس بدي احكي نقطه دكتور اذا ما طلع انه غصبا عنك بدك تقعد بالبيت ما بيقعد. وعم نشوف انه على الفيسبوك على الانستغرام هالصور بتصير عندك انه ليش هن مصيفين وانا لا انا بدي انزل كمان فبتصير حاله غيره وغيره. طيب دكتور خلينا بس نركز على نقطه لكل حدا مصاب وهلا قاعد بالبيت بيقولوا لازم تتسطح على بطنك بيقولوا في ادويه محدده بعد عن ادويه الالتهاب. خلينا هيك نعطي نصائح لا كيف لازم يتعامل مع الكورونا قاعد بالبيت. ادويه الالتهاب لابد منها لابد ايه في بعض انواع الادويه حسب انه اذا عندك اسهال ادويه الالتهاب تختلف لانه جراثيم الاسهال غير جراثيم اللي بتساوي فقدان الشم غير اللي بتساوي كرشح التهاب الجو غير اللي بتساوي لك مثلا حراره. ففي انواع معينه من الانتيبيوتيكات هي مسموح فيها او في بروتوكول علاجي. نحن تواصلنا طبعا كمجلس استشاري وزاره التعليم العالي والصحه وحطينا بروتوكول بناء على توجيهات عالميه مو من عندنا يعني الشغله. فالترتيب لذلك يعني لابد انتيبيوتيك في الحالات اللي بيقدرها الطبيب انه بده انتيبيوتيك. الحالات البسيطه بدون حراره شويه احتقان شويه كذا بنكتفي بمضاد احتقان قطره انف خافض حراره فيتامينات عود بالبيت الباراسيتامول بس ما هيك باراسيتامول طبعا ما بصير ناخذ البروفين والديكلوفيناك ابدا هذا بتماشى عكسها مع الفيروسات ما بصير. هلا في كثير ناس انه بيجعوا بطنه بيجعوا او هذا بياخذ ديكلوفيناك مثل الفولترين كذا لا يفضل بس السيتامول باراسيتامول هدول السيفتي سايد بالنسبه لهالمشكله هي. دكتور بس عفوا بس بالكنترول المعده عم تسالنا انه صداع في صداع ما قبل في اعراض من نعم. الصداع بتصير في ممكن يصير صداع في وجع حلق في وجع عضلات معمم بس كل الاوجاع هي مستمره لحتى يثبت انه كورونا. هلا كل شيء عم بنشوفه عم نقول لهم هذا كورونا حتى يثبت العكس. يثبت العكس خلال 3 ايام بيروح الصداع ما في وجع بطن ما عاد وجع عضلات هذا معناته مو كورونا. استمر 15 يوم مع ادويه مع حجر كامل لحتى نشوف شو بده يتطور. قد يتطور للشفاء صدر جاء على شغلك ومكتبك او يتطور للأسوأ صار في عنده مثلا حراره اعلى صار عنده شهاب صدري لا سمح الله صار عنده جلطه. فحسب كل انسان ومناعته وعمره يعني الشباب اقوى من الكبار بالعمر من ناحيه التوعيه الدمويه. بس شاب معه داء سكر ومعه كوليسترول هذا رح يصير أسوأ من الرجل المتقدم بالعمر ما عنده كوليسترول. فكل موازنات يعني ما بنقدر نعمم على كل العالم نفس الدواء وكل العالم صحيح. نفس عم نشوف هلا شباب بعمر صغير عندهم امراض اكثر من الكبار بالسن يعني سنين مرقت علينا صعبه كمان تغذي. هذا الاكل الفاست فود اللي بياكلوا لي اياه بالشوارع كمان انا مالي ضد هدول المحلات كمان هذا كلياته بامريكا وباوروبا وببلادنا صار منتشر كلياته مواد دسمه. هذا المواد الدسمه كلها عم تعلق بالعروق تبعنا وبالتالي عم تسبب مشاكل متقدمه من الكوليسترول من انسداد الاوعيه من الجلطات عم نشوف عند والجلطه دائما عند الشاب قاتله بدين كورونا اكيد. عند الكبير ممكن نحلها بالمميعات وينجو منها. اما بيعرفوا اطبائنا القلبيه زملائنا الله يعطيهم العافيه انه الخثرات القلبيه عند الكبار بالعمر ممكن تلافيها اما عند الشباب يكون كثير انذارها سيء يعني كثير قليل انه نقدر ننقذه. فيا اخي لا تلقي بيدك الى التهلكه. اكيد. عم نزت حالنا منشان ننبسط ندخن ارجيله وننفخ على بعضنا البعض، نشرب سيجاره وننفخ على بعضنا البعض، بك الرزاز انت مو عم طالع الدخان، انت عم طالع فيروسات جسمك لبرا. والثاني عم ياخذ هالفيروسات مع الدخان تبعك، شو صرنا؟ يا اخي بدك تدخن عود احبس حالك بالحمام، امسك على حالك الحباب، خذ تنفس يعني فوق على حالك. بس انا ما بعرف هذا الاستهتار والله انا كثير زعجني. كثير حتى بين طلابنا وطلاب الطب انا كعميد كليه الطب بمر عليهم بلاقيهم بعض منهم حاطط القليل حاطط كمامه والقليل والكثير مو حاطط بسالهم قال منشوب
طب هذا منطق؟ يعني اذا انتم طلاب الجامعه انت قدوه علميه لكل اهل سوريا ما عم تحطوا الكمام، فما بال الانسان العادي غير متعلم وقت بشوف انا ابني المتعلم ما بحط كمامه؟ ما بحط. فانا ارجو انه نضع الكمامه ونتباعد عن بعض، حتى لو كانت قماشيه معلي احسن من بلا. احسن من بلا، بغسلها باخر النهار شويه مي وصابون بينشرها بيرجع يستخدمها ثاني نهار اذا ما له قادر يشتري كل يوم. انه يشتري كل مره، طبعا تجار الازمه كالعاده بيزيدوا الاسعار، وكمان حق 200 ليره بسوى 1000 ليره بيتاجروا حتى بالاوبئه، حتى بيتاجروا باي شيء. اكيد دكتور، يعني نحن بنتمنى تمنياتك لكل العالم انه يحطوا الكمامه، الكفوف، التعقيم، النظافه الشخصيه تكون عادات حياتيه دائمه حتى نقي حالنا من الفيروسات والمرض. واكيد نحن جايين هلا على امتحانات طلاب الجامعه، بنتمنى كثير ياخذوا احتياطاتهم مشانهم، مشان اهلهم، مشان مستقبلهم. بدنا نتشكرك كثير على كل المعلومات اللي اعطيتنا والإجابات عن أسئلة كثيرة كانت بأذهان العالم. شكرا لكم، نتمنى لك كل الصحة. شكرا لك. شكرا لاستضافتكم. شكرا، شكرا لك دكتور، أهلا وسهلا فيك. للإخبارية اللي هي دائما بتنقل الخبر الصح وعينا على المواطنين، فشكرا. ونحن بالتعاون دائما مع الإعلام لأنه حتى ننشر الوعي للناس إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا كثير لك دكتور، شرفتنا.